السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ويعتبر من بين الأغذية الطبيعية الموجودة في الطبيعة، الاستهلاك ديالها هو استهلاك مفيد والاستهلاك جيد والاستهلاك ضروري. ولكن كاين واحد المسألة خاص السادة المستمعين يفهموها ويعرفوها فيما يخص علم الأعشاب، لأن كاين هناك مجموعة من الأعشاب والأغلبية الأعشاب أختي سميرة باقي ما وصلناش نعرفوا الفوائد ديالها 100% والأضرار ديالها كذلك 100%. الزعتر الخضر ماشي هو الزعتر اليابس، ماشي هو الزعتر الطيب. الزعتر اليابس تيفقد نسبة من هذاك لو برينسيب اكتيف ديالو الا كان خضر. داكشي علاش الزعتر ما تنشربوهش خضر، تنشربوه ديما ميبس. علاش عطيت هذه الأمثلة هذه؟ لأن الزنجبيل لقى واحد الإشهاء كبير، ربما لأن هو في الأول ذكروه الغرب ولا في البلدان المشرق وتحدثوا على الزنجبيل وكأنه غذاء معجزة. وهذا خطأ، هو ليس من الأغذية المعجزة. أنا فرحني وقلقني في نفس الوقت ملي بديت نشوف الزنجبيل تتباع في الزنقة. نعم مزيان مزيان أن الناس يديروا عصير زنجبيل وتحطوه، ولكن مع هذاك العصير كاين واحد لائحه كبيره بان الزنجبيل يعالج هذه الامراض. والله يحسن العوان الانسان اللي تيكون مريض تيتشبت في اي امر، قول له شرب البحر يشربه. الله يحسن العوان، الانسان عنده سرطان ولا عنده التهاب كبد ولا عنده امراض كلي الى اخره، ومن تيقراو الناس هذيك المعلومات تيمشيو تيشربوا وتيكثروا من شرب الزنجبيل. وبالتالي انا نبدا بها هي الاولى، ما خصناش نفوتوا 4 غرام في النهار الزنجبيل. واو 4 غرام ما نمشوش بعيد، بحال الزعفران الحر كنتي قلتي واحد المره بان 10 غرام ديال الزعفران الحر تيولي سم. نفس يعني الناس خصهم يفهموا هذه المساله هذه. الشيء اذا زاد عن حد قل في علم التغذيه تنقولوا بان الكميه هي اللي مسمومه. انا ماشي ضد الزنجبيل، بالعكس انا ضد الاغذيه انا مع الاغذيه كلها، ولكن ضد الاكثار من تناول جميع الاغذيه دائما. من الماء وجبد شرب 10 لتر الماء في النهار تولي مساله اللي هي خطيره. فنفس الشيء بالنسبه لشرب الزنجبيل، يعني الناس خصهم يفهموا بان الزنجبيل يقدر يكون هو سبب التهابات في الامعاء، سبب التهابات على مستوى المعده. الابعد من هذا، الزنجبيل كيف ما كنا شربنا واحد النهار الزنجبيل تمنع العمل ديال مجموعه ديال الادويه، وهذه مساله خطيره جدا والناس ما عارفينهاش. لان الشخص يمشي عند طبيب معالج تعطيه ادويه وبالموازات يشرب زنجبيل، هو لا هو مستفد من هذه ولا هو مستفد من هذا، لا الادويه دارت الدور ديالها ولا الزنجبيل غيعالج له هذاك الغرض. لا دي لحب الملوك، لا دي لحب الملوك فعلا. فالناس خصهم يفهموا بان الزنجبيل عنده وقته، هذه النقطه الاولى، وعنده الطريقه باش يتخاد، وعنده الكيمياء اللي تتخاد. لان الاكثار من تناول الزنجبيل او الاكثار من شرب الزنجبيل يؤدي الى مشاكل على مستوى الكلي وعلى مستوى الكبد. واخا استاذ زنجبيل فاش تكلم عليه، واش تكلم على الزنجبيل الطري اللي تنحكو او الزنجبيل الميبس اللي تيكون مطحون عند العطار ولا اللي تنطحنوه في الدار؟ ماشي مشكل، هما بجوج بهم عندهم فوائد. اكيد ان الزنجبيل الخضر عنده فوائد افضل من الزنجبيل اللي ميبس، ولكن انا علاش بغيت ناكثر بزاف؟ ربما اكثرت بزاف على الاضرار اكثر من الفوائد، وبديت بالاضرار على الفوائد. لان اللي شائع هي الفوائد. نعم لان اللي شائع هي الفوائد، وانا تيبقاو في الناس اللي تيديروا تسممات غذائيه عن طريق بعض تناول بعض الاعشاب، وخصوصا الان بدينا تنسمعوا الزنجبيل يعالج، الزنجبيل يعالج. الزنجبيل لا يعالج. هذه مسألة أقولها وأكررها، كفانا من إعطاء وصفات للزنجبيل لعلاج الأمراض. الزنجبيل أقولها، الزنجبيل لا يعالج. واخا حتى في هذوك الوصفات اللي تنقولوا ديال البرد، شويه ديال سكنجبير مع الحليب سخون في الليل نشربوه، يقوي المناعه وبالتالي يقي من امراض البرد. نعم هو يقي من السرطان، هو يقي من السرطان، هو يقي من السرطان ككل الاغذيه، ككل الاغذيه. يقوي عمل الكبد، يقوي عمل المراره، يقوي عمل الجهاز الهضمي وكذلك الامعاء، ولكن لا يعالج. ما يمكنش واحد عنده سرطان الامعاء ونقول له خذ يطرو الزنجبيل في النهار باش تعالج هذا المشكل، ولا عنده السمنه ونقول له خذ الزنجبيل باش الدعار. لا الكوليسترول. هذا خطأ، هذا خطأ. الزنجبيل لا يعالج الأمراض السرطانية، يقي من الأمراض السرطانية. نعم الزنجبيل عنده أدوار عديدة جدا، هو يسهل عملية الهضم، هو يرفع كذلك في التخلص من السموم، يساهم في التخلص من السموم، يساعد في الامتصاص من المكونات الغذائية الأخرى، يساعد في 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 في, في, في كما قلت في نظر الاحتواء على مجموعة المكونات الغذائية، يساعد في انخفاض الضغط الدموي، ولكن لا يعالج السرطان، لا يعالج مشكل سمنة. لهذا فالناس تناول ديال الزنجبيل خاصو يتم بطريقة عقلانية، بطريقة معقولة اللي تخلي أننا من بعد ما نطيحوش
في الجانب العكسي صحيح ان الزنجبيل بعض الناس يقولوا بان وهذه دراسات علميه تبتات ان الزنجبيل تحد من فقدان الشهيه يعالج مشكل ديال فقدان الشهيه يعني الشهية. نعم تفتح فاتح للشهيه ان الزنجبيل يقي من مشاكل ديال التقيؤ وخصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم خصوصا المراه الحامل اللي تتكون عندها تقيؤ فالزنجبيل يقي هذا المشكل هذا ولكن ماشي نبقاو نسمعوا هذه النقط بان الزنجبيل يفتح الشهيه بان الزنجبيل يحارب التقيؤ بان الزنجبيل يساهم في الهضم ونبقاو نشربوا يطرو في النهار ونركزوا عليه على حساب اغذيه اخرى. يعني الزنجبيل عنده فوائد ديالو ولكن كاس ديال العصير ديال الزنجبيل في اليوم كافي باش نعالجوا هذه المشاكل هذه ولكن بطبيعه الحال كيف ما قلنا يوم امس بالنسبه للكرافس فما خصوش يبقى مثلا غنتناول زنجبيل غنشرب يطرو مره في الشهر وغنقول ما دار لي والو هذا خطا كيف ما قلت الزنجبيل نعم مع فليو مع الحليب مثلا يوسع لانهم تيوسعوا العروق سي دي فازو ديلاتاتور اللي ملي تيكون عندنا مشكل ديال الكحبه تنشربهم تنحسوا بتحسن. كاينين ناس واحد اخرين تيستعملوا مسحوق الزنجبيل فوق المفاصل ديالهم في البروده مزيانه. نعم مهم مفيد جيد ولكن انا غير ضد الاستهلاك الكثير والاستهلاك المفرط ديال غذاء معين سواء كان زنجبيل او كانت قرفه او كان حلبه او كان لان كيف ما قلنا يقدر الفوائد تنعكس الى الضد ديالها. القرفه ربما نتحدثوا عليها القرفه اختي سميره القرفه الا فتنا معلقه صغيره في النهار لمده 40 يوم قصور كلوي. واو واو لها فوائدها ولكن لها سلبياتها. نفس الشيء بالنسبه للزنجبيل له ايجابياته انا ماشي ضد بالعكس انا اتناول الزنجبيل يوميا كعصير اخذه كعصير ولكن كاس ولا نص كاس في اليوم ماشي كيجي في اليوم لهذا فالزنجبيل قلنا بان عنده علاقه مع الجهاز الهضمي خصوصا الناس اللي تعانيوا من مشاكل ديال الانتفاخ ولا مشاكل ديال العسل في الهضم مزيان يتناولوا الزنجبيل يقي ولكن دائما ما نتجاوزوش 4 ديال الجرامات في اليوم. يعني بالعكس من تتجاوزوا هذه المده تيولي الزنجبيل هو يسبب تقيؤ تيولي الزنجبيل هو يعطي حريق على مستوى المعده هو يعطي هذيك لي بغولور تنسموا احنا الحرقه يقدر يكون هو سبب فيها لهذا فالفكره اللي غادي خصنا نوصلوا واللي بغيت الساده المستمعين يدخلوا هذا المرغوم من الزنجبيل هو ان الزنجبيل ما خصناش نكثروا من الاستهلاك ديالو ما نديروش بالنا بان الزنجبيل يعالج الزنجبيل بالعكس نعم كيف ما قلنا فالزنجبيل يعني تيدخل في في في, 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 في العلاج ولا في الوقايه من مشكل ديال ليكرومب اللي تيكون على مستوى العضلات بالنسبه للرياضيين ولا الناس اللي تيقوموا بالرياضه ولكن ما خصناش نبقاو نفهموا بان الزنجبيل انا بغيت الساده المستمعين يفهموا ويدخلوا لبالهم واحد الفكره من هذه الحصه ديال الزنجبيل له فوائده اللي ذكرنا الان ولكن ماشي بالاكثار من الاستهلاك ديالو لان بعض الاحيان الناس تيظنوا بان الاكثار من شيء يزيد من الفعالية وهذا خطأ فالإكثار من شيء بعض الأحيان تقدر يعطينا لا قدر الله مضاعفات عكسية.